ان شاء الله النهارده هيكون اخر يوم في العشر سنوات، وهذه الكاس ان شاء الله تبقى موجوده في جدران النادي الاهلي. كابتن ربيع، توقعات حضرتك للمباراه؟ قبل التوقعات اكيد في بعض من التعليمات المهمه جدا قبل نزول المباراه، التركيز باستمرار في المباراه الفنيه، في احداث المباراه مهمه جدا، مجموعه الوظائف ان اللعيبه على اكمل ما يكون، السيطره بشكل فعال، ارهاق المنافس، ده تعليمات اخيره قبل. بعد كده في اثنين النهارده مهمين جدا ولهم دور، عبد الله السعيد وبامر الله لما ينزل صالح جمعه، لهم دور كبير جدا في حاجات كثيره ان شاء الله تبقى صالح النادي الاهلي. الكرات العرضيه الثلث الهجومي ان شاء الله اتوقع باذن الله تعالى مباراه كبيره من الفريقين وتقدم من النادي الاهلي في الشوط الاول. الكرات الثابته كابتن، انت بتاكد دايما على الكرات الثابته باستمرار؟ طبعا مهمه جدا يا محمد، مهمه جدا، ممكن الكره اللي يحسم مباراه صحيح. ممكن ياخد بالك فاول مهمه جدا يعني. صحيح. انت ايه توقعاتك للمباراه كابتن؟ اتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، بس اكد على الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي في كل احوال المباراه، لا قدر الله جه فيك هدف زي مباراه الفيصلي، يبقى عندك ثبات انفعالي ان انت بتدور على التعادل، بس بتدور عليه بتركيز وانت محافظ على المواقع الدفاعيه، وانت عارف ان انت في الدقيقه 90 او ما بعد ذلك تقدر تتعادل وبعدين تلعب نص ساعه. في حاله ان احنا ربنا يكرمنا ونجيب هدف الاول، الثبات الانفعالي، مش عايز خوف قوي على الهدف فارد قوي في نص ملعبي وابقى انا رد فعل، انا عايز دايما اكون فعل. الثبات الانفعالي في ممكن قدام العنف اللي ممكن تلاقيه من فريد شوقي، من عمرو موسى، من اسلام صلاح، من ممكن يبقى في عنف في الملعب، لازم يبقى عندي ثبات انفعالي، يبقى عندي ثبات انفعالي في كل احوال المباراه. صحيح. كابتن سمير، توقعات حضرتك؟ طبعا رقم واحد الروح اللي النادي الاهلي معودنا عليها، خصوصا كمان شفنا اخر مباراه قدام سموحه كسبنا 4-0 واستغلال الفرص. تاني حاجه النادي الاهلي لازم يستغل كل فرصه تجيله، والتعامل مع النهائيات طبعا مش بعيد او حاجه مش غريبه على لعيبه النادي الاهلي وخبراتها، والنجوم اللي موجوده ان شاء الله تحسم اللقاء لصالح النادي الاهلي. نتمنى التوفيق، والشوط الاولاني نتمنى فوز النادي الاهلي 1-0. والثاني الشوط الاول بس والماتش والماتش يعني انا عايزك اكيد ربنا يسهلك يا كابتن ان شاء الله، عايزك حضرتك ان شاء الله يعني النادي المصري هيلعب النادي الاهلي مره ثانيه في بطوله السوبر، في حاله فوز النادي الاهلي ان هو يعني يعتبر هيبقى هو الوصيف، فبالتالي النادي الاهلي هيبقى واخد دوري وكاس فهيلاعب. حتى لو في حاله فوز النادي المصري هم هيلعبوا السوبر كده كده يعني السوبر كده كده، فبس عشان في بعض الاسئله ممكن تيجي تقول لك كده الاهلي هيلاعب كده كده هيلعبوا بعض كده كده هيلعبوا. كابتن وليد، احنا هنكون مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل، كابتن سمير ايضا، كابتن ربيع هنكون بعد المباراه معاكم ان شاء الله. تبقى البطوله 36 في جدران النادي الاهلي النهارده من خلال اداء وفنيات عاليه، اكيد اللاعبين مركزين، احنا شفنا في التسخين واحنا بنتفرج عليه يعني اللعيبه مركزه، اللعيبه عندها هدف واحد هو حصول البطوله واسعاد جماهير النادي الاهلي، وهي الاهم دايما بالنسبه للاعبين والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي، اسعاد جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله النهارده من خلال حالتهم والحاله الجيده ان شاء الله هيكون في بطوله كاس مصر 2017 في جدران او داخل جدران النادي الاهلي.